لايف مختلف شوية كده، لايف مختلف شوية، لايف بالطرحة عشان رمضان، عشان انا عايزة اتكلم كلام مهم جدا جدا جدا. يلا احضروا، احضرونا احضرونا. نياو يا قطة، احضرونا احضرونا احضرونا. اولا وليس باول، مش معنى ان انا اقول رأيي في موضوع ابقى انا مشاركة فيه، لكن انا بقول رأيي علشان اقول كلمة الحق. اهلا يا ساجد، اهلا يا جماعة، اجمعوا واعملوا لايكات واعملوا شير لكل الناس، انا عايزة اللايف ده يولع. مش معنى ان انا نازلة اشتري من السوبر ماركت حاجة ابقى بشتريها لنفسي، ممكن ابقى بشتريها لجارتي لاختي لانها تهمني. مش معنى ان انا بطبخ يبقى انا لازم اطبخ عافية عشان اكل انا من اللي انا طبخاه، ممكن ابقى طبخة اكل لحد تعبان عشان يتقوت. مش لازم تبقى بتعمل خير عشان الخير يخصك بس، كنت بتعمله عشان حد تاني. كل واحد بقى يسأل نفسه، هو عمل لقمة النهاردة كام واحد استفاد منهم، اهل بيته ولا فات كمان الناس اللي بره؟ اول مرة اطلع لكم كده، اول مرة يعني قلت جو رمضاني، واحنا في رمضان دايما اللي مش محجبة بتتحجب، واللي مش بتحط واللي بتحط مانيكير بتشيله، واللي دايما حاطة ميك اب دايما بتروح مسحاه، فتلاقي ابن عمك قاعد جنبك فجأة وبتاع. لكن انا الحمد لله يعني بحب دايما على طبيعتي مع جمهوري. كل سنة وانتي طيبة، ميرسي يا حسني، ميرسي يا شهد، ميرسي يا شعبان، خالد، انت شخصية محترمة، ربنا يخليك يا رب. المهم النهاردة 3 رمضان، النهاردة 3 رمضان، عنوان اليوم طبق الفول. طبق الفول اللي انا قلت لكم قبل كده بعمله بستين طريقة، النهاردة انا هعمله بالزبادي، زيت زيتون، كمون، ليمون، معلقة خل، واحدة زبادي، معلقة طحينة، معلقة واحدة طحينة، ايه تاني يا شوشو بنحط عليه؟ ملح وفلفل وكده، الحاجات بتاعتنا العادية، وبالهنا والشفا. يبقى بنعمل الفول بإيه؟ بالزبادي، عشان يبقى هادي، عشان يبقى هادي. تضحك. النهاردة أنا أكلت إيه؟ أكلت فريك، اكلت فريك. الفريك على فكره من الحاجات اللي اكلها حلو جدا وسعراتها الغذائيه قليله. تاني هقول مش لازم تبقى بتشتري عشان نفسك، مش لازم بتبقى بتتحمق عشان نفسك، ممكن يبقى علشان حد يهمك وحد موجوع انت مؤمن بانه تعبان فعلا. كل سنه وانتم طيبين يا اسماء، الهام، ام احمد، رانيا، كوشة، عبد الله العسكري، عصام جابر، ملك هلال، النمير يوسف، سعد السلوب، عزة البحراوي، سيد علي العديسي. حد تاني؟ كل سنة وانتم طيبين. حسن علي، بصوا يا جماعة، على كل حال من الأحوال يومين صعبين، يومين جامدين، يومين حلوين، ربنا خلقهم واداهم لنا علشان احنا نستفيد بيهم. خدوا بالكم من بعض، زينوا عيون بعض بالحاجات الحلوة، زينوا قلوب بعض بالكلمة الطيبة، حبوا بعض. هفضل كل يوم اقول لكم الكلمتين دول لحد ما يخلص الشهر الكريم. النهاردة انا كان عندي حدث مهم جدا جدا في حياتي، مش هيتكتب في التاريخ، لكن انا هقوله بصراحة. عندي الدكتور محمود الصايغ، استاذ دكتور محمود الصايغ، استاذ دكتور محمود الصايغ، انا ما باخدش منه فلوس وهو بيعالجني ببلاش، بادئ زي بدء كده. لكن انا لما الاقي حد محترم احب اقول دايما ان في حد لسه بيحب الخير. يكفي ان انا ما بعتلوش حد مرة غير لما فعلا خدمني فيه، وبيتقي الله في كل الحاجات. محمود الصايغ عيادته في شارع التحرير خلف سينما التحرير.
انا احب كل الناس تدور كده، تدور تقول محمود الصايغ على اليوتيوب، وهتلاقوا عندي على الصفحه انا منزله فيديوهات له، ودايما هو اللي بيحقني وبيحقن العيله لما بيكون في عندنا خشونه، وبيحقن بمقدار قليل جدا عباره عن فيلرنج. انا بكلمكم كل حاجه بمنتهى الصراحه، وده خدمات يعني خدمه للناس اللي تعبانه جدا وظهرهم تعبان قوي 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 قوي. اسمه استاذ دكتور محمود الصايغ، دوروا عليه يا جماعه، لان ده حدث في حياتي انا مجرباه من فتره طويله حقيقه. هو ما بيلجاش الحقن معايا غير لما بكون متعذبه جدا. ربنا يكفينا ويكفيكم يا رب. ميرسي يا خالد، ربنا يحفظك. خالد رجب، اكتبوا الاسم في جوجل، وانا يعني ممكن اقلب الكام. دكتور انا عايزاك تكلمني كده على معلش انا اسفه انا كده زوم، انت زوم معايا. دكتور عايزاك تكلمني على الخشونه بتاعت الرقبه، وكيفيه الاستفاده من ان احنا نعمل علاج طبيعي الاول، ما ينفعش القلق. قول لي المراحل، علاج طبيعي الاول، وازاي بتكتشف ان الخشونه ما بتنفعش غير لما لازم يتعمل لها فيلر. يا وفاء، اهم حاجه الاول لازم تشخيص المرض، هل هو فعلا خشونه في الفقرات العنقيه ولا القطنيه ولا العجزيه، ده اول حاجه. تاني حاجه لازم تتاكدي ان الغضاريف مش طالعه بره، يعني عشان ما نخشش في حاجه اسمها انزلاق غضروفي. وبعدين نشوف العضلات اخبارها ايه وكميه الكراب اللي موجوده فيها، وبعدين بنعمل اول حاجه العلاج التحفظي. بعد ما نكون عملنا رنين مغناطيسي على الرقبه او رنين مغناطيسي على الظهر، اول ما بنتاكد من التشخيص بنعمل العلاج التحفظي الاول قبل ما نعمل اي حاجه، لا قدر الله عمليات ولا اي حاجه. العلاج التحفظي ده بيبقى عباره عن علاجات عاديه خالص، مضادات للالتهابات وباسط للعضلات ومسكنات. خد بالك دي في المراحل الاولى خالص، في المراحل الاولى خالص يا وفاء. بعد كده لما العلاج ده ما بيجيبش نتيجه بنبتدي نحقن العضلات والاربطه حول العمود الفقري. بتعمل لها هل الحقن دي؟ انا شخصيا اتحقنت وانا كنت تعبانه وما حسيتش، بس انا عايزه اخليك حضرتك تشرح للناس يعني ايه فيلر، وهل الفيلر بيختلف عن الحقنه العاديه وسمكها قد ايه، وهل المريض بيحس ولا لا؟ الفيلر ان احنا يعني عارفه بنحقن في الاماكن الملتهبه، ده اسمه لوكال انجكشن او حقن موضعي في اماكن معينه ومحدده، بعكس حقن العضل مثلا يعني او الوريد. فاحنا هنا بنحقن في الاماكن اللي هي فيها الالام او فيها التهابات بحقن حسب بقى المكان، اذا كانت الحقنه بتاعتنا هتبقى 3 سم ولا 1 سم ولا 5 سم، والابره لها ده لها قصه طبيه وفاء خد بالك في موضوع الحقن. وهي بتبقى مره واحده وان شاء الله يعني الحاله بتقوم على طول، وانت عارفه انا انت حقنت لي كذا مره الحقيقه، ما كنتش بحس بجد. بس على الاقل 6 شهور او سنه لو تاخدي بالك. وانا على فكره ما بحتاجهاش قبل سنه. يعني انا مش بحتاجها اصلا قبل سنه الحقيقه. ده هو الحقن الموضوع زيه زي الحقن بتاع الكالكينر سكوير لو تفتكر. ايوه اللي هو اللي اسمها ايه اللي هو النتوء العظمي. النتوءات اللي هي الشوكه العظميه اصلا. الشوكه العظميه ايوه. انا كنت اتحقنت قبل كده شوكه عظميه في رجلي، وكنت صورتها بالزبط. حقيقه الحمد لله بقى لي 9 شهور ما احتجتهاش وماشيه كويس وتمام الحمد لله. وهي بتبقى العباره عن انك بتحط حضرتك تكمل بقى عشان في مكان الشوكه العظميه. طب ايه فايده ان الكورتيزون بيتحقن في مكان الشوكه العظميه؟ هي الشوكه العظميه بتفضل زي ما هي، المشكله بتيجي من نتيجه. بس انا لا، انا عايزاك حضرتك زي ما قلت لي الالتهابات دي بتروح وبتكسي مكانها بانه بكساء زي ما يكون حضرتك قلت لي زي لحم يعني بيخلي او مد كده. الفكره الاساسيه ان الشوكه العظميه دي هي موجوده مكانها، لو هي طبيعيه مش هتعمل مشاكل لاي حد. لكن المشكله ان مع المشي والوقوف كتير لفترات والتنطيط وبتاع والاملاح انت قلت لي والبط والفراخ الكلام ده كله بيعمل التهابات حول الشوكه العظميه، فتقوم ضغط على الاعصاب اللي حوالين الشوكه العصبيه. عشان كده كانت بتسمع في رجلي. بالظبط كده وسمع. طب انا عايز اسالك برضو سؤال تاني يا دكتور بشكل تاني. احنا طبعا
سهل جدا ان انا بعد ما بتحقن في رجلي الحمد لله ممكن اروح اعمل رياضه. ممكن تقول للناس انه بعدها على طول بعد الحقن ده الناس تنزل وتتمشى وتعمل رياضه وتمام؟ انا قمت على طول في نفس اللحظه على طول، لكن بنصحهم برضه وفاء بعدم الوقوف لفترات طويله قوي. ما بنقدرش يا دكتور، ستات البيوت يا جماعه ما توقفوش فترات طويله، وفي نفس الوقت ما يجي يلبسوا حاجه يا وفاء واطي ولا لو هم في البيت يلبسوا حاجه يعني طريه سوفت زي اللي انت كاتبها لي كده سنيكرز كده وكده ما نستخسرش يا جماعه. النكديه اللي بتروح تودي فلوسها للكوافير والماكير والبتاع والكلام ده اشتري نفس الجزمه بثمن مرتين. لا انا شفت ستات بقى بيحبوا يعملوا فيلر في وشهم وما يعملوش فيلر في الرقبه ولا لا ما ينفعش لا ما ينفعش ما ينفعش يقول لك ده اهم. طيب انا عايزه اتكلم كلمتين مع الجمهور بتاعي علشان اقول لهم اسيبكم بخير وفضتكم بعافيه. انا سمعتكم من دكتور استاذ دكتور محمود الصايغ، راجل محترم جدا يا جماعه. اي حد عايز يتواصل معاي يدور على اسمه على اليوتيوب، وانا ما بعملش اعلانات لحد غير جوجل. للناس او على جوجل هتلاقوا له حاجه محترمه جدا، وهو اي حاجه بحتاجها في العظم بروح له. ربنا يشفينا ويعافينا ويكرمنا وما يسلمنا وما نشوفش حاجة وحشة، وبحق رمضان الكريم وبحق لا إله إلا الله يرفع عنا الوباء والبلاء ويرزقنا من حيث لا نحتسب يا رب، ويحفظ مصر، احفظ جيشها، احفظ شعبها ورئيسها، ربنا يخليكم ليا. عايزة بقى أقول بس شوية أسماء كده عشان في مريم حمادة، شكرا يا مريم إن أنت جيتي اللايف بتاعي. حسن ريبلايد، وخالد خالد هجاوت مش عارفه اقرا الاسم التاني، وفاتن ونهله سيد ونور العزوميه ومحمد القطب والعمر لحظه. الحمد لله انا كويسه مفيش حاجه. ريهام نهال احمد، اهلا يا ريهام شرفتوني كلكم. محمد ومحمود واحمد وحسام وعائلتي سر سعادتي ربنا يخليهم لك، وكابو وجاسمين وابراهيم. انا محمد الجندي رسام من ذوي الهمم، اهلا وسهلا الناس الحلوه اللي منوره حياتنا ومحتاجه اقابل حضرتك. حاضر من عينيا، ابعت لي على الخاص وهحاول بس بالطلب اللي انت عايزه اشوف من اختصاصي ولا لا، ولو كان في استطاعتي ان انا ان شاء الله باذن الله تعالى اساعدك من عينيا الاثنين. طيب اسيبكم بقى. محمد فوزي اهلا واتشد، وكل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بصحه. باي باي، وتعالوا زوروني.